اهلا بيك. انا حابب ابتدي الحقيقه بتقييمك ورؤيتك للمردود او الاداء اللي قدمته الاسماء اللي ظهرت مع الاهلي امبارح في المباراه، لمباراه امبي، زي احمد عبد القادر وزي ميكي وزي حسام حسن. نبتدي كده اخد كده تقييم سريع للثلاث لاعبين دول. احنا ممكن نبدا باحمد عبد القادر. اوكي، هو اكتر لاعب اخذ دقائق لعب في المباراه. اعتقد ان هو ادى اداء كويس، شبه الاداء اللي كان بيقدمه في سموحه، اللي على اساسه النادي الاهلي رجع اللاعب تاني من الاعاره. اعتقد ان هو ادى اداء كويس. ممكن يكون في شويه حاجات محتاجه بس تتظبط. الحاجات دي بتبقى ليها علاقه بفلسفه اللعب او باسلوب اللعب اللي في كل مره بنتكلم عنه في اول الحلقه، ازاي النادي الاهلي بيلعب. وهو ده اللي مستر موسيماني كان علق عليه في المؤتمر الصحفي، وقال ان احنا عندنا بعض اللعيبه رجعت من الاعاره، اللعيبه دي محتاجه شويه وقت عشان تبقى بدنيا قادره تلعب لمده 90 دقيقه. والجزء الثاني قال ان لا، اللعيبه دي بتحتاج شويه وقت جوه الفرقه علشان تقدر تتعلم احنا ازاي بنلعب. ظهور اول بالنسبه لعبد القادر تديله كام من 10؟ هديله يعني 10 من 10، لان هديله 10 من اي 10. لاعب بيدخل النادي الاهلي جديد او بيدخل المجموعه جديد بيحتاج دقائق لعب، دقائق لعب تدريجيه. طب نخليها 9 من 10 عشان الجون اللي ضيعه. نخليها هو اتعامل مع الكره بشكل جيد. أيوة، لكن كان هو فيها دايما اول ماتش بيبقى صعب، يعني اي لعيب حتى يعني ما دام خرج ويرجع مره تانية، وبيتهيالي المباراه الاولى دي بتبقى ليها حسابات مختلفه. عشان كده اعتقد اللعيبه اللي بتبدا اساسيه مع النادي الاهلي لما بترجع من بره تستحق 10 من 10. تمام. كون ان انت بدات واستمريت لمده 60 دقيقه وكان عندك اداء جيد، اي لاعب بيكون عنده مشاكل طبيعي خلال المباراه. مفيش لاعب بيقدر يؤدي المباراه لمده 90 دقيقه او حتى 60 دقيقه لو اخذ 60 دقيقه بس بشكل طول الوقت بالكيرف بتاعه عادي، لازم بتكون في ابس اند داونز في اللقاء. فاعتقد 10 من 10 يستحق احمد عبد القادر على البدايه، يستحق احمد عبد القادر كمان على الطريقه اللي كان بيلعب بيها مع النادي الاهلي، الديناميكيه اللي قدر يدخل بيها. ودي هيبقى لينا فيديوز في خلال الحلقه هنتكلم عن الديناميكيه دي. مش هيصعب كتير على موسيماني ان هو يقدر يدخل مع المجموعه اللي موجوده. فاعتقد هو لاعب جيد، ممكن يكون عنده شويه حاجات بسيطه محتاجه تتظبط، كان ليها علاقه بالجزء البدني او ليها علاقه بالجزء الفني، لكن في النهايه هو خامه جيده بتدخل لمجموعه النادي الاهلي، واعتقد لاعب ممكن ياخد ده لعب على مدار الموسم. طيب، ده راي المحلل الفني شريف سالم. راي الجمهور، يعني خليني برضو اقول احاول اوصل صوت الناس، انه الجمهور مراهن على احمد عبد القادر من واقع الموسم اللي فات ومن واقع امكانياته بشكل كبير جدا. ياخد 10 على 10، متفق معاك في المباراه دي؟ او انا تقييمي انه ممكن يقل شويه، لانه الفرصه اللي جات له وامكانياته بتقول انها كانت لازم تدخل جول، بس في النهايه انا بشوف انه سقف طموحات او توقعات جمهور النادي الاهلي من احمد عبد القادر الموسم اللي جاي كبير جدا، وبالتالي قدامه لسه كتير قوي يقدمه لنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. انا ممكن ما اتفقش قوي مع وجهه النظر دي. انا مش هحط اكسبكتيشنز كبيره على لاعب لسه جاي من بره، خصوصا ان الولد كمان السن شويه صغير. فاعتقد ان هو ممكن يكون محتاج اكتر فرصه على مدار الموسم، لكن في النهايه بالنسبه لي هقدر اقول ان اللاعب جيد كبدايه. طيب، لكن احط توقعات ما اعتقدش. ميكي تمام، يعني 30 دقيقه كويسين، 30 دقيقه بتوع الجيش كمان كانوا كويسين، يمكن اكتر من 30 دقيقه، 60 دقيقه بالشوطين الاضافي. اتوقع ان هو لعيب كويس بالنسبه للنادي الاهلي، بيوفر للنادي الاهلي امكانيات مش موجوده في الاجنحه اللي موجوده في النادي الاهلي على مدار الموسم اللي فات، بيوفر حلول فرديه، بيوفر اختراقات من العمق، كل دي امور كان شويه النادي الاهلي بيفتقدها على مستوى الاطراف اللي كانت موجوده على مدار الموسم اللي فات، خصوصا الجناح اليمين، لان الجناح اليمين في بالنسبه لنا هو لعيب لينير اكتر، لعيب على الخط حسين الشحات، فهو بيقدم كمان اضافه ان انت بقى عندك لاعب يقدر يدخل للعمق. فالحلول اللي بقت بتتلعب من خلال الجناح اليمين في النادي الاهلي اعتقد بقت افضل في وجود مكسوني،